وللحديث عن حالة الطقس ينضم إلينا هاتفيا مختص طقس الأستاذ حسن كراني. أهلا بك أستاذ حسن، هل هناك موجة غبار أخرى قادمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أتوقع بعون الله تعالى موجة حتكون عنيفة نسبيا ظهر ونهاية نهار الغد الأحد على أجواء القطاع الشمالي خاصة المناطق الشمالية الشرقية وأجواء المنطقة الوسطى خاصة شمال وشمال الشرق منطقة الرياض، ومن ثم تتحرك بعون الله تعالى يوم الأحد في اتجاه القطاع الشرقي. هذه الحركة سوف تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، لذلك فإننا أنصح الإخوة المواطنين بعدم التعرض للأتربة والغبار خاصة كبار السن والمصابين بالربو والأطفال. أستاذ حسن، إلى متى تستمر هذه التقلبات الجوية؟ والله جميع المعلومات اللي ظهرت معي حتى الآن إلى يوم الأحد النشاط يستمر على المنطقة الشرقية، طبعا من ثم يتلاشى تدريجيا بعدها يسود الاستقرار بشكل عام، وأكرر بشكل عام، حتى تقريبا منتصف مارس، لأننا الآن لا نستطيع التحكم بالطقس بصورة كاملة لأننا نعيش فترة انتقالية بين الربيع وبين الشتاء، شايف؟ فالفترة هذه يعني تمتاز بتقلبات جوية سريعة جدا ومتلاحقة، لكن بعون الله جميع المؤشرات تشير إلى منتصف مارس حتكون الحالة شبه مستقرة. شكرا لك أستاذ حسن كراني.